الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الباب الثالث من كتاب العلم، دخلنا في باب العلم وتحدثنا عن فضائله. الآن معنا باب بلغوا عني ولو آية. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهناك عبادة تسمى عبادة تبليغ هذا الدين. من الذي يبلغ الدين؟ يجب أن تتوفر فيه صفتان مهمتان. الصفة الأولى أن يكون عالما، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا بد من التفقه بالدين حتى ترجع فتنذر قومك. فالفقه في الدين ليس فقط تعلم أحكام الفقه، يعني مجرد أن أعرف الحلال والحرام. الفقه في الدين كلمة واسعة وعامة، تشمل العلم بعقائد الإسلام، بكيفية إثبات وجود الله، كيفية إثبات توحيد الله عز وجل، بفهم الرسالة العامة من الدين أن يعبدوا، أن الناس يعبدون الله عز وجل، بفهم فساد العقائد الباطلة. أن تتفقه في الدين يعني أن تعرف الجاهلية، أن تعرف العقائد الفاسدة فتعرف الرد عليها، تعرف الرد على أهل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل العقائد، تعرف الرد على الإلحاد وأذنابه، تعرف الرد على العلمانيين وغيرهم الذين يحاربون الدين محاربة واضحة. فلا بد من للإنسان أن يكون متفقها في العقيدة، متفقها أيضا بالأحكام الحلال والحرام، لكي لا يفتي على هواه ومزاجه. فلا بد إذا من الفقه في الدين بمعناه الشامل العام، معرفة كيف جمع القرآن وكيف جمعت السنة، كيف تفسير القرآن وما هي قواعد التفسير، كيف أفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي قواعد الاستنباط للأحاديث. هذا كله علم يدرس لا يتم إلا من خلال أنك تتعلم دينك تعلم بنائي، مش مجرد أي حدا مارك الطريق يا زلمي أنا بقول لك يا بفتيها بحطها بركبتي. ما أكثر ما نسمع الذين يتجرؤون على الفتوى وهم لم يقرأوا الكتاب، لم يختموا القرآن حتى، ولم يتعلموا شيئا من الدين، عندهم جرع على الفتوى ويفتون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. شوف اسأل بني آدم هذا كله، إذا ابنك مرض وين بتوديه؟ عند أحسن دكتور. وإذا بدك تبني لابنك دار عند أحسن مهندس وعند أحسن مقاول وعند أحسن مش عارف إيش. بينما تعال نسألك عن مصيرك في الجنة والنار اللي هي أحكام الدين، يا زلمي مارك الطريق بيفتي لنا إياها، أي حدا بيفتي. سبحان الله، على أمور دنيانا نتثبت وبدنا أحسن دكتور وبدنا أحسن مهندس وأحسن صيدلي وأحسن مش عارف إيش وأحسن نجار وأحسن موصرجي وأحسن شبوتس للحمامات. نسأل دائما على الأشياء، للأشياء المهمة. شو بدنا الأحسن. طب لدينك اطلب الأحسن، روح بدي أسأل أحسن شيخ، أكثر إنسان متعلم، أكثر إنسان بخاف الله، أكثر إنسان معه شهادات، أكثر إنسان معه حافظ للقرآن، أكثر إنسان يعني عنده تثبت، وبيجيب لك وبيشرح لك المسألة كما يجب. تعرف هذا الإنسان وصاحب دين فبتسأل. يعني لهذا السبب محمد بن سيرين التابعي معروف، تعرف له كثير تفسير الرؤى مشهور، هو أيضا كان عالم حديث، عالم فقه، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، دين يعني جنة نار. اعرف من وين بدك تاخذ دينك، لانه اذا اخذت انسان ما عندوش علم ما عندوش دين ما عندوش فقه في الدين بضيعك، ممكن يدلك ويكون دعاء على ابواب جهنم. في حديث للنبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن انك سترى من تعرف منهم وتنكر، قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم قذفوه فيها. هناك دعاء بلبس مشايخ، ولكن شو يدعونك إلى جهنم، يدعونك إلى أفكار قد ترمي بك إلى الإلحاد، دعلك إلى أفكار قد تهوي بك إلى الكفر. كثير من الذين يتصدرون شاشات التلفزيون اليوم بيشتتوا الناس بالسنة النبوية، منهم علي الكيالي، واللي بيشتت الناس بعدالة الصحابة زي إبراهيم، عدنان إبراهيم، ملايين من هذول اليوم اللي الناس تسمعهم وبيعجبهم أسلوبهم في الكلام، بيعرفوش إنه هذا البني آدم بيدلني لوين، باب من أبواب جهنم. تعرف إنك تكفر بالأحاديث النبوية ولا تؤمن بها كفر بالدين كله، لأن القرآن نفسه أثبت الأحاديث، القرآن نفسه أثبت الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن نفسه أمرك إنك تأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت بتقول لا أؤمن بالأحاديث، إذن كأنك ترد القرآن.
فهذا كفر بالله. فيجب الإنسان أن يتنبه لهذه لمن يأخذ عمن يأخذ دينه. إذن فأول شيء لازم أن يتوفر في من يبلغ رسالات الله أن يكون على علم، ثانيا أن يكون على خشية، إنسان بخاف الله مش عنده جرأة على الفتاوى ولا بهموش حلال حرام، بدبر لك مخارج من هان ومن هان، بلف لك إياها يا عمي مش مشكلة، ادفع بزيادة بتصير حلال مش مشكلة. في ناس مش عندهم مخافة الله، يداهنون الناس ويفتون على أهواء الناس، زي ما قالوا العلماء ثلاثة: عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة. عالم أمة اللي على ما يهواه الجمهور، اللي بدك إيانا تحت أمرك، الجمهور بطلب منه يعمل حلال، اجمع بجمع، تجمعش بجمعش، شو حكم كذا، حلال جائز، بدوش يعارضهم، المهم شو يطبطب عليهم ويصير عنده زباين أكثر، صح ولا لا؟ في ناس هيك عقليته إنه شو ما يهواه الجمهور، علماء أمة، هناك علماء دولة على ما يهواه الحاكم، حلال حرام مش كله يجوز مباح، المهم يفتي للحاكم اللي بده إياه، قتل سفك دماء جائز حلال مباح، وقاتلهم مش مشكلة. فاللي بالأسف الخمرة حلال، الربا حلال، ولا إحنا في دولة أضبك على زمن الرسول، إحنا اليوم بيجيب له فتاوى بيجيب له مخارج، بينما عالم الملة عالم الدين الذي يقول الحق ولو خالف الناس ويقول الحق ولو خالف الحكام، فهذا عالم الملة. فلا بد أن يكون الإنسان صاحب العلم يكون عنده مخافة من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أعلمكم بالله أنا وأخشاكم لله أنا، لأن العلم الخشية كما قال عبد الله مسعود. وده أصحح معلومة قلت الدرس السابق، أنا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم الخشية، وهي واردة عن عبد الله المسعود مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معناها صحيح. الآية اللي بتقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فربط دائما العلم بالخشية، العلم الخشية، ألا إن العلم الخشية. ومعنى من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، يعني نقل عن أكثر من 70 صحابي. بلغوا عني ولو آية، نظام إنك تكون داعي مبلغ للدين، لا يحتاج أحيانا أن تكون ملم بكل شيء. بلغ الدين أحيانا تحتاج إلى أنك تبلغ الناس، والله في بعرف الشيخ الفلان تسمع منه، مش شرط أنك تكون عالم أنت مشان تدعو للدين، قد تحتاج أحيانا أنت مفتكر للدين تقدرش تفتي تقدرش تعلم الناس، دل الناس على من يعلمهم دينهم. لأن النبي قال بلغوا عني ولو آية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بجوز كلياتنا هسه بمستوانا العلمي كلياتنا عوام الناس حتى عندهم من العلم الشرعي ما كان أكثر من أبو بكر الصديق عند أول الرسالة. يعني لما الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا هو كل القرآن اللي نزل في هذا اليوم صح؟ ثاني يوم أبو بكر راح صار جايب 5 من المبشرين بالجنة، واليوم اللي بعد جاب 6، تخيل هذا هو معوش الله هذه الآية. طب إحنا كداش اليوم معنا معلومات في الدين، معلومات في القرآن، معلومات في الأحاديث، معلومات في الأحكام، طب ليش ما في عندنا الحركة والحركة والحرارة في الدعوة إلى الدين وتبليغ الرسالة؟ فين هنا مصيبتين، فيش حركة وفيش حرارة لتبليغ الدين وإنك تجيب الناس للدين، والشغل الثاني ما في عندنا الفهم العام للإسلام اللي لا يحتاج إلى كثير علم. أنت فاهم إنه الإسلام يعني تدل الناس على ربنا، يطيعوا ربنا ويستسلموا له، خلصت، فيش بدهاش حسابات ورياضيات وأشياء، بدها على الخفيف، فاهم إنه الدين إنه ممنوع الناس تذل حدا ثاني، ممنوع الناس تطيع حدا ثاني، ممنوع الناس تتحاكم إلى شرع ثاني، خلص رب العالمين دل الناس على هذا الأمر، لأنه هذا الأمر الوحيد الحق. ليش تأذل حالي لا شخص، ليش تأذل حالي لا يعني خلينا نقول عصابة من الناس دولة معينة، ولا ليش تبكى الذل والخضوع والخنوع والاستسلام والتحكيم لحد غير رب العالمين؟ من هنا بشر هم بشر، شو ميزهم عني؟ لا أنا بذن بأخذ اللي لا خلافة على إنهم أفضل مني ومنك، لي رب العالمين وحكمه أفضل من حكمي وحكمك، هو رب العالمين. فإذا وإنت نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأنه النزاع بيني وبينك أنو بده يحكم بيننا، أنو بده يفصل بيننا بالحق؟ رب العالمين. ده جيب طرف ثالث، ما هو أنا بشر وهو بشر والطرف الثالث بشر، رأي مين بده يمشي؟ مش راح يمشي ولا راح هذا، كل واحد يتنح رأيه ومنحلش المشكلة. ولكن لما يجي حكم الله عز وجل قوله الفصل
وقال شو قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا كلام فصل حق ليس بهزل ولا لعن ولا له، فالله عز وجل يقول الحق وهو خير الفاصلين. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، شو ما معك من الدين بلغوا، شو ما بتعرف من الحق بلغوا، ادعوا الناس إلى هذه العقيدة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. شو منهم بني إسرائيل؟ حدث عن بني إسرائيل اليهودي اللي عندنا زمان؟ لا، في ناس لما يسمعوا كلمة بني إسرائيل وإنه التفسير فيه إسرائيليات، تفسير مثلا ابن كثير ولا الطبري فيه إسرائيليات، بالهم إنه اليهود اللي في زمان هم يدسوا هذا الإسرائيليات الحديث في كتبنا. لا يا عم، بني إسرائيل هم قوم موسى أو هم أبناء يعقوب اللي هم تناسلوا بعد يعقوب، هؤلاء كانوا مسلمين، كان عندهم أحاديث زي ما في عنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، كان أحاديثهم هذه يرونها عن موسى وعن عيسى وعن الأنبياء اللي عاصروهم وعن يوشع ابن نون وعن مش عارف مين، ملان عندهم أحاديث وردت وتناقلها الناس. بس مشكلتهم الفرق بيننا وبينهم إنه إحنا العلماء اللي عندنا تعبوا واجتهدوا أنشأوا علم كامل سموه علم الحديث علم الجرح والتعديل عشان يحفظوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من التحريف، هم ما عملوا شيء، هم بس بكوا يتناقلوا ومنه اللي حرف ومنه الذي لم يحرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو قلنا؟ إذا بلغكم عن بني إسرائيل شيء، هذا بيقول الصحابي، إذا بلغكم عن بني إسرائيل شيء من رواياتهم كذا حدثوا عنها ولا حرج، أي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإحنا القاعدة عندنا شو بنقول؟ وردت أحاديث عندهم صح؟ وأنا سمعتها، هل بعمل مشكلة وحرب لأني أنا ما أخذت فيها؟ زي مثلا الرواية اللي بتقول لك شو اسم الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف، أنا مالي يعني شو استفدت أنا من موضوع اسم الكلب؟ علم لا ينفع، ولكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدقهم ولا نكذبهم. فإذا كانت أحاديثهم هذه توافق شريعتنا أخذنا بها استئناسا، وإذا كانت أحاديثهم تخالف شريعتنا فشريعتنا مقدمة. مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم لماذا تصومون يوم عاشوراء؟ قالوا هذا يوم نجى الله به موسى، النبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، هو فهم وعرف أن هذا الكلام حق، ولكن قال نحن أحق بموسى منهم فصامه النبي عليه الصلاة والسلام، صام هنا وافقهم ليه؟ لأن الشريعة قالت أنه هذا الأمر حق. بينما لما شاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماسك التوراة أو الإنجيل مش عارف قاعد بكرة بكتبهم، فالنبي حمر وجهه قال جئتكم بها نقية، دعها يا عمر جئتكم بها نقية، شو بدك في كتبهم؟ وغير أن القرآن نسخ هذه الكتب وأبطل أحكامها، والحكم الآن هو حكم القرآن، يعني ربنا مش راح يحاسبنا على الأحكام الواردة في 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 التوراة والإنجيل، سيحاسبنا على ما ورد في القرآن وما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم جاء بهذه القاعدة العظمى، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز الكذب على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مزاحا. لسبب مش كل حديث تشوفه على الفيسبوك ولا على الواتساب، خاصة هذا الصبحيات بودينهن النسوان لبعض، مش كل شيء بتشوفه انشر يلا صدق، والرسول قال وقال الرسول وموسى شافته وحدي وتحدث مع وحدي مش عارف مين، كل هذا تثبت قبل أن تنشر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تدخل في من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وأيضا من باب صيانة الدين، لأنه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دين، ولهذا أصلا أقيمت الدواوين والكتب والمؤلفات عشان يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال أحد المستشرقين قال ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم، فقد درس من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة 500,000 شخص. علم الحديث علم واسع جدا، تخيل مشان حديث بني آدم واحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم درس مقابل مشان يحفظ حديثه حياة 500,000 نصف مليون بني آدم تم دراستهم، معرفة هذا صادق هذا ثقة هذا كذاب هذا مدلس هذا يكذب في الدنيا هذا كذب في الدين هذا مش عارف يختلس هذا مثلا ضعيف الحفظ هذا مش عارف ايه هذا روى عن فلان بس في بينهم زمني هذا مات قبله يعني وانت روى عنه، بجيب لك عدة اشياء اللي هي في تفاصيل علم الحديث كلها مشان يقول لك بدي تجيب لي حديث ثابت. لهالسبب في شروط للحديث الصحيح، في شروط وضعوها أهل العلم وشروط منطقية أيضا، هي مش بس شروط يلا والله يعني حبوها وحطوها، لا هي أصلا شروط منطقية حطوها لعلم الحديث عشان يوصلنا الحديث كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدد في هذه الشروط مين؟ البخاري رحمه الله، ولهذا يعتبر صحيح البخاري هو أصح الكتب. إحنا ما بنقول البخاري مقدس، بس البخاري اعتمد على شروط في نقل الأحاديث، هذه الشروط بتخلينا نجزم إنه هذه الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا اليوم أنت عندك آلة الحاسبي، الآلة الحاسبي أنت بتحسب وكل ما كل معادلة أنت بتعملها بتطلع لك صح، تيجي تقول تسمع واحد ولا عمره دري عن الآلة الحاسبي ولا شوف شغلها،
انتم بتصدقوا لي الآلة الحاسبي، يعني هي الآلة الحاسبي مقدسة زي ما بيقولوا على البخاري، انتم بتصدقوا كل شيء على البخاري، يعني هو البخاري مقدس؟ لا يا أخي، ولكن هذه الآلة الحاسبي وضع فيها قواعد، هذه القواعد مش ممكن تختلف، هذه القواعد إذا وافقت العملية الحسابية هذه القواعد بتطلع لك نتيجة صحيحة. وكذلك البخاري اعتمد على شروط، هذه الشروط لما وافقت لما اتفقت مع أحاديثه توفرت هذه الشروط في أحاديثه وأسانيده، فإحنا بنجزم أن هذه أحاديث صحيحة. ولهذا في من العلماء من اختلف مع البخاري في حديث أو حديثين أو ثلاثة، وقالوا في ضعف فيها بسبب حديث أو حديثين ثلاثة، وبرجعوش لا والله المتن مش عاجبني مش فاهم شو قال الرسول هنا، لا بترجع للسند، والله في راوي مش عارف ماله وكل ما فيه، بتحدثوا عن الإسناد علمي، يعني نقد علمي مش نقد هوى، ويقول لك هذا ولك في أحاديث في البخاري مش عارف، الواحد بيستحكوا لك قدام الناس ما شاء الله تعال اقرأ، وتيجي تسأله قرأت البخاري ويقول لك لا، وجزء تفتش بقول لك كاريها عن كتاب ثاني مش عن البخاري، ولا داري مين بخاري ومين اسمه أصلا، زي واحد قال له اسمه جمعة محمد خربط في الاسم، وجمعه محمد ابن إسماعيل البخاري، فرحم الله الإمام البخاري ورضي الله عنه. لهذا السبب صحيح البخاري جمع في 16 سنة، مش جمع يعني مش حد كل حديث عشان يحطه راح تعب ولحكه، لا هو بكى موجود عنده تقريبا في مخزن مخه فوق 200,000 حديث، استخلص منهن 7,000 حديث يعني 7,000 سند وحطن في هذا الكتاب 16 سنة. تخيل انت حافظ من خلال 16 سنة انت حافظ هذا العلم، بس هو ما كان يضع الحديث الا بعد ما يعمل له دراسة ويصلي ركعتين ويستخير ربنا وحتى يغتسل مشان يحط هذا الحديث في 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 صحيحه او لا، فاجتهد اجتهاد عظيم واستخلص اهم الاحاديث اللي ممكن الانسان يعتمد عليها. واللي بدرس علم الحديث وبرجع للبخاري بيشوف قديش البخاري كان إنسان دقيق جدا في الأحاديث، ورع جدا في نقلها. وغير البخاري هسه قلنا البخاري لو فقد، خلينا نمشي مع الناس اللي بيقول لك لنحرك البخاري، لو حركنا البخاري بدناش إيش اسمه صحيح البخاري، هل ينقص من السنة شيء؟ المعلومة التي لا أعرفها كثير من الناس، فيش حديث في البخاري إلا موجود هذا نفس الحديث بكل دواوين السنة بكل مؤلفات السنة في سنن النسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد ومسند عبد الرزاق وغير، موجود الحديث في كل الكتب، يعني لو حركنا البخاري هذا الحديث اللي حركناه من عند البخاري موجود في مسند الإمام أحمد والنسائي وكذا، يعني فيش ميزة للبخاري غير أنه شو عمل نكالك الأحاديث الصحيحة حط لك مش ريحك حط لك الأحاديث الصحيحة اللي هي في أعلى درجات الصحة في هذا الكتاب، وانت روح تعلم دينك صافي. هذا لمن أراد أن يتفقه في الدين، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين وأن لا يعني يجعل الشبهات تؤثر فينا ولا في شبابنا. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.